أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صحافة الغد ومتابعة لأهم عناوين الصحف المصرية بالمزيد من التفصيل والتحليل. معنا من عناوين الأخبار من الشروق: الرئيس السيسي يوجه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه. ومن جريدة الأخبار: البرلمان يتدخل لإنقاذ المشروعات المتعثرة. أما اليوم السابع: المالية: مصر بين أكبر 10 اقتصاديات نموا في العالم 2030. والشروق: وزيرة الصحة تبحث مع أبو الغيط استمرار تقديم الدعم الطبي للدول العربية. أهلا بحضراتكم إلى تفاصيل الأخبار. الحقيقة أنه ممكن أول خبر وأول عنوان مهم لجموع المصريين: زيادة الأجور، زيادة الأجور والحد الأدنى للأجور ل 2400 جنيه. طبعا الرئيس السيسي وجه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، ده من خلال اجتماع الرئيس بعدد من المسؤولين. وصرح المتحدث رسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع أيضا تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2021-2022، ووجه الرئيس فيه بإقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور ل 2400 جنيه. كمان في إقرار علاوتين بتكلفة 7.5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والتانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من الراتب الأساسي. كمان في زيادة لقيمة المعاشات 13% بتكلفة 31 مليار جنيه. كمان يمكن ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021 كان أيضا من ضمن توجيهات السيد الرئيس. طبعا ده هدفه تحسن في الأجور بقيمة علاوة الترقية المقررة قانونا بتكلفة نحو مليار جنيه. خلونا نعرف أكتر عن هذا الخبر وتفاصيله مع الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد السياسي. دكتور علي مساء الخير. مساء النور على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. طب عايزين نعرف تفاصيل هذا الخبر، رفع الحد الأدنى للأجور ل 2400 جنيه، في كمان زيادة في علاوات المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين أيضا بقانون الخدمة المدنية، وزيادة في المعاشات. عايز أعرف من حضرتك تفاصيل هذا الخبر. الدولة يمكن النهاردة أعلنت عن تعديل بشكل كبير جدا لمنظومة الأجور ومنظومة المعاشات، وده بيجي كمان في ظل تداعيات جائحة كورونا، ويمكن بعض المشككين كانوا بيشوفوا ان من الصعب ان الدولة تقدر ان هي تحسن من منظومة الأجور والمعاشات في ظل كمان الخسائر اللي حصلت بالنسبة للإيرادات وتراجع الإيرادات بالنسبة للموازنة العامة للدولة. احنا بنتحدث عن تراجع بالنسبة للعام السابق ما يقرب من حوالي 200 مليار جنيه، متوقع حتى بالنسبة للعام الحالي ما يقرب من 150 ل 200 مليار جنيه تراجع في الإيرادات، لكن الدولة عندها من الإصرار على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، وإزاي إن احنا نعدل منظومة الأجور للجهاز الإداري للدولة. احنا بنلمس ما يقرب من حوالي 6 مليون موظف في الجهاز الإداري للدولة، وإن احنا نرفع من منظومة الأجور بما يقرب من حوالي 37 مليار جنيه. أيضا على مستوى المعاشات 10.5 مليون صاحب معاش، إزاي إن احنا نرفع الموازنة الخاصة بالمعاشات أو المخصصات الخاصة بالمعاشات بما يقرب من حوالي 31 مليار جنيه. كمان في نقطة مهمة لابد إن احنا نأكد عليها، إن التحسن دوت والزيادات بالنسبة للأجور والمعاشات جاية في وقت بيحصل فيه نوع من أنواع التراجع لمعدلات التضخم.
وبالتالي الاستفادة الخاصة بالمواطنين من هذه الزيادات هتبقى أكبر، يعني القدرة الشرائية هتبقى أكبر، مستويات الدخول الحقيقية هتبتدي إن هي تزيد، وده جزء مهم جدا، لأن كان في بعض السنوات كان بيحصل زيادات في الأجور وفي نفس الوقت معدلات التضخم كانت بتبقى مرتفعة بشكل كبير، فبالتالي العائد على الأسرة المصرية كان بيبقى ضعيف. لكن دلوقتي مع الإصلاحات الاقتصادية اللي الدولة قامت بيها وتراجع لمعدلات التضخم، فبالتالي مع الزيادات ديت هتبتدي الأسرة المصرية إنها تشعر بتحسن أكبر كمان من فترات سابقة، فبالتالي الدولة بتأكد على استمرارها لتحسين مستوى المعيشة، وكمان بتؤكد على قوة وصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة التداعيات. طب في النقطة دي يا دكتور علي، يعني يمكن تحقيق نمو هدف الموازنة، تحقيق نمو 9% وتقليل العجز الكلي 6.6% من الناتج المحلي، تأثير ده على الاقتصاد المصري، يعني عايزة حضرتك تفسر لي هذه الأرقام. فكرة إن الدولة تكون بتستهدف التخفيض لمستويات العجز الكلي بما يقرب من حوالي 6.6% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، أكيد ده هيبقى تحسن بشكل كبير مقارنة بفترات سابقة كانت مستويات العجز بتصل أو نسب العجز كانت بتصل لحوالي 13.2%، فبالتالي استمرار لتخفيض مستويات العجز ده كمان بينعكس على تخفيض مستويات الدين، لأن ببساطة شديدة مع وجود العجز الدولة بتستدين عشان تغطي العجز دوت، فتخفيض العجز كمان بدوره بيقلل من مستويات الدين، وده جزء مهم جدا الدولة بتتحرك عليه. كمان حتى يمكن من ضمن المستهدفات الجزء الخاص بمستويات الدين انها تكون في الحدود الامنة، بنتحدث عن يعني ما يقرب من حوالي 38% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، وهي معدلات مستقرة في ظل تداعيات كورونا اللي اثرت طبعا بالسلب ورفعت من مستويات المديونيه لكافه الدول الناميه واثرت بشكل واضح على مؤسساتهم، لكن الاستقرار في السياسات الماليه للدوله قدرت ان هي بشكل كبير تقدر ان هي تواجه هذه الصدمه، وكمان قدرت ان هي تستهدف تحقيق فائض اولي ما يقرب من حوالي 1.5%، وده برضه نقطه مهمه جدا، ازاي ان احنا بنستهدف فوائض في ظل هذه التداعيات وتراجع لحجم الايرادات. طب تاثير ده يا دكتور، يعني دكتور علي، تاثير ده على التصنيف الدولي المصري، يعني كان في مؤشرات بتقول هناك نظره تفاؤليه وايجابيه تجاه مستقبل مصر خاصه في ظل ما تعرضت له من ازمات وازمه كورونا اللي اصابت العالم كله، مصر استطاعت انها تقوم بخطوه استباقيه، يعني تاثير ده على الصوره صوره اقتصاد مصر. حضرتك مظبوط، وكاله فيتش يمكن كانت خرجت بتقييم من 3 ايام تقريبا اكدت فيه على تثبيت التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري عند بي بلس، وكمان توقعت نظره ايجابيه في المستقبل للاقتصاد المصري وتحسن لمعدلات النمو الاقتصادي لتصل ل 6% خلال الفتره القليله القادمه، وازاي ان الاقتصاد المصري قدر ان هو يواجه صدمه تداعيات كورونا مع التاكيد على الجداره الائتمانيه التي يتمتع بها الاقتصاد المصري نتيجه كمان ارتفاع مستويات الاحتياطي الاجنبي اللي تتخطى ال 40 مليار دولار، وبالتالي دي كلها كانت اشاده دوليه كانت مهمه جدا لانها تنعكس على ثقه المستثمرين المحليين والاجانب في الخطوات اللي بتقوم بها الدوله والاصلاحات اللي بتقوم بها الدوله بشكل مستمر. تمام، بشكرك يا دكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد السياسي، شكرا جزيلا. طب خلينا نشوف عنوان من الأخبار، البرلمان بيتدخل لإنقاذ المشروعات المتعثرة. يمكن المشروعات المتعثرة سواء كانت مشروعات صغيرة أو مشروعات متوسطة، هذه المشروعات بتكون هي أساس اقتصاد الدول، فهناك اهتمام كبير جدا من الدولة بهذه المشروعات ومحاولة التمويل من أكثر من مصدر. يمكن في خطوة مهمة لإنقاذ المشروعات المتعثرة وافق مجلس النواب على بعض بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة
والصلح الواقي والإفلاس، والقانون الصادر 2018 اللي تم إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعة. يمكن فلسفة هذا المشروع وأهدافه بتحمل فكر جديد ومختلف في العديد من المجالات، يعني ضرورة مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل. هذا التمويل طبعا بيسهم في إقالته من عثرته. طبعا هناك بعض النقص، بعض السيولة في العديد من المشروعات. طبعا البنوك لوحدها الاعتماد عليها لا يحقق هذا الهدف ولا يكون مجدي في كتير من الأحوال، عشان كده ده استلزم فتح باب جديد لجهات أخرى بالإضافة للبنوك. هذه الجهات كمؤسسات تمويل وغيرها من الكيانات طبعا المرخص لها لتقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة. طبعا يعني يمكن قيام تمويل المشروع المتعثر هدفه زي ما قلنا اقالته من عثرته، وده طبعا هيعود بالمنفعه في نهايه الامر على كل الجهات، على الدوله من ناحيه وعلى المواطن من ناحيه. وطبعا هذه الجهات لها الحق طبعا في الحصول على المعلومات والبيانات الخاصه بيقوموا بتقديم طلب لهذه القروض قبل الاقدام على التمويل. طيب عندنا من اليوم السابع المالية مصر بين أكبر 10 اقتصادات نموا في العالم عام 2030. وزير المالية قال إن ما أنجزته مصر على أرض الواقع في مواجهة أزمة كورونا، هذه الأزمة طبعا العالمية، يمكن الخطوات اللي اتخذتها مصر زي ما قلنا يمكن من شوية مع ضيفنا على الهواء، إن التوقعات فاق التوقعات العالمية. الاقتصاد المصري تفوق بشكل كبير جدا من حيث الأداء والمؤشرات، طبعا ده دفع مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية لإعلان نظرة تفاؤلية وإيجابية حول مستقبل أداء الاقتصاد المصري خلال السنين اللي جاية إن شاء الله. طبعا ده كمان بيعكس الجهود الإصلاحية والتنموية لتحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة ليهم. طبعا ده كمان ساعد في تجنيب الاقتصاد القومي للسيناريوهات الأسوأ اللي شهدتها الاقتصادات العالمية خلال أزمة كورونا. يمكن أسهم في ذلك أيضا تمكن الدولة من انتهاك سياسة استباقية مرنة في مواجهة التداعيات الاقتصادية الشديدة لجائحة كورونا. طبعا خففت هذه السياسات من حدة الصدمة وسندت قطاعات كتير جدا والفئات الأكثر تضررا والاحتفاظ بالعمالة ودفع عجلة الاقتصاد القومي. طبعا هناك دراسة ما زالت لتداعيات هذه الأزمة على الأداء الاقتصادي محليا وعالميا، وأيضا هناك إعداد لإجراءات مالية مسبقة للتعامل مع هذه التحديات وضمان الحفاظ على المسار الاقتصادي الصحيح أو في الطريق الصحيح. طيب عندنا من الشروق وزير النقل بيبحث التعاون مع أوكرانيا، ده لتطوير الترام الرمل بالأسكندرية. يعني كلنا طبعا عارفين هذا الترام، يعني يعتبر من الأثار أو من الأشياء المميزة جدا للأسكندرية. الحقيقة أنه تعاون مشترك في مجالات النقل المختلفة ما بين مصر وعديد من الدول، هذه المرة مع أوكرانيا في المشاركة في تأهيل مشروع ترام الرمل بالأسكندرية. وكمان هيتم التعاون ما بين الجانبين بين مصر وأوكرانيا في مجال لعمل عمارات للجرارات القديمة بالسكة الحديد لدعم قوتها، قوة الجر بالهيئة. كمان السفير الأوكراني يمكن خلال هذا اللقاء مع وزير النقل المصري أبدى اهتمامه بالتعاون في مشروع تأهيل ترام الرمل، وأبدى أيضا اهتمام بالتعاون مع الجانب المصري في مجال السكك الحديدية، خاصة طبعا مع الطفرة والنقلة النوعية اللي بيشهدها هذا القطاع. طيب كتير مننا مستنيين طبعا نتيجة أولى وتانية ثانوي، يمكن هناك اقتراب خلال الأيام القادمة لظهار هذه النتيجة أولى وتانية ثانوي، يمكن ده طبقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم. طبعا هيكون هذه النتيجة هتعد وتعلن إلكترونيا لإرسالها لجميع الطلاب على التابلت. يمكن الجديد كمان هيبقى فيه بطاقة للقدرات، يعني هيتم تحديد مستوى الطالب في المواد، والمواد اللي بيحتاج فيها أو فيها تقصير معين وبيحتاج إلى أنه يعيد النظر فيها مرة تانية، هذه البطاقة هتكون مصاحبة لنتيجته اللي هتوصل له على التابلت بشكل إلكتروني. كمان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي هيمنح الطالب زي ما قلنا بطاقة تعريف عن قدراته وتحديد القصور في المذاكرة وما يجب أن يركز عليه خلال المرحلة المقبلة لتحسين مستواه. طيب في خبر تاني في هذا الإطار، تعديل موعد أحد الامتحانات شهر إبريل لصفوف النقل طبعا لتعارضه مع أعياد الأخوة المسيحيين، وكل عام وهم بألف خير وجميعنا بألف خير. يمكن الوزارة أرسلت تعليمات لكل المديريات التعليمية بتأجيل الامتحان اللي كان مقرر عقده في يوم 25
أبريل ضمن امتحانات النقل والشهادة الإعدادية لطلاب المدارس الرسمية والخاصة والدولية. الامتحان هيبقى يوم 26 أبريل، يعني هيتم ترحيله يوم من 25 أبريل ليوم 26 أبريل لتعاضده مع أعياد الأخوة المسيحيين. والوزارة يعني نبهت وبعتت إخطار بتعديل لجميع المدارس والتنبيه على الطلاب بالمواعيد الجديدة. وكمان يمكن الوزير قال أنه بيجرى حاليا إعداد مقررات شهر مارس لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لإعلانها خلال أيام. طيب الخبر الثاني من الشروق، يمكن احنا زي ما شفنا مصر قدمت يد العون والمساعده للعديد من الدول بالمساعدات الطبيه اللازمه لمواجهه جائحه كورونا. الشروق قالت في عنوان ان وزيره الصحه بتبحث مع ابو الغيط استمرار تقديم الدعم الطبي للدول العربيه. الوزيره هاله زايد بحثت امس مع الامين العام لجامعه الدول العربيه احمد ابو الغيط استمرار تقديم الدعم الطبي للدول العربيه، خاصه هذه الدول اللي بتعاني من تحديات اقتصاديه طبعا في مواجهه فيروس كورونا. وهيتم ايضا تعزيز سبل التعاون بين الدول العربيه للاستجابه السريعه للاحتياجات احتياجات هذه الدول، وخاصه اللي بتعاني من تحديات كبيره، وهيتم امدادها بالدعم الطبي. ده كان على هامش اجتماع الدور ال 54 لمجلس وزراء الصحه العرب بمقر جامعه الدول العربيه، طبعا ده في اطار دعم العمل العربي المشترك ما بين مصر والدول العربية. طيب يمكن شهر رمضان كل سنة وحضراتكم بألف خير، خلاص يمكن أسابيع قليلة بتفصلنا عن هذا الشهر الكريم، بتبدأ الدولة تستعد على كافة الاتجاهات لاهتمامها بالمواطن، خاصة طبعا في ظل جائحة كورونا. الإجراءات الاحترازية في المساجد، ده طبعا اليوم السابع يمكن عنوان أربع أسابيع على رمضان استعدادات مكثفة بالأوقاف للشهر الكريم. الأوقاف كمان أكدت أنه مش كل المساجد هيتم فتحها خلال شهر رمضان للتراويح أو صلاة الجمعة، هيتم تحديد مساجد وزوايا معينة، وطبعا المخالفة للقانون يعني هيتعرض للمساءلة طبعا، لأنه هذه الإجراءات هدفها في النهاية صحة المواطن. كمان أن الدروس والمحاضرات الدينية هتكون عبر منصات الوزارة الإلكترونية، من بينها صفحة تسمى صفحة وعي على موقع فيسبوك. طبعا يمكن زي ما قلت أنه هيتم تحديد مساجد معينة وأماكن معينة لصلاة التراويح وصلاة الجمعة، وهيتم طبعا السماح يعني مش هيبقى فيه سماح كمان بموائد الإفطار أو الاعتكاف في حالة وجود مسجد به ضريح لن يتم فتحه. طبعا ده قرار معمول به يعني من بداية فتح المساجد أمام المصلين في ظل هذه الجائحة، بالإضافة طبعا لعدم السماح بفتح دورات المياه أو دور المناسبات. كل عام وحضراتكم بألف خير. بهذا الخبر بتنتهي جولتنا في صحافة الغد، بكرة إن شاء الله جولة جديدة في نفس الموعد، إلى اللقاء.